سر مباح فهزي إليك بجذع الصباح يساقط عليك صلاة الرجاء لبشرى خلاص وصوتي فلاح. خلوتي بسرب العلا يرنم بظل الجوى والجوى محرم إلى أن جعلت يناجيك لطف فبوركت بوركت يا مريم. تقبلك الله حمدا صبوحا وعب دعاء وطهرا صريحا وسمك أما بتولا فطوبا لروح من النبل تحمل روحا. تلفعت نجما بأيدي السماء وأزهرت في محفل الأنبياء فأضحى بمحرابك المنتهى وأصبحت سيدة للنساء. لأن ابتهالك روض الجنان تغشه طل الرضا والحنان ولم يبق بين مصلك يدعو خشوعا وعرش الجلال مكان. والآن جاء دور هذا الكافر. توقف توقف، لا تلحق الأذى بي، لست مقصرا ولا ذنب لي في الأمر. سيد يربعام، سيد نتان، هل هذا الرجل من أنصار زكريا؟ لا 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 لست من أنصار زكريا أقسم. حسنا قل إن زكريا كذاب، قل قل. حسنا سأقول إن زكريا رجل كاذب. قلها أفضل، قل. زكريا رجل كاذب. قل لقد استحق زكريا الموت، هيا قل. سأقول زكريا يستحق، زكريا يستحق الموت. قل يجب أن يموت زكريا. زكريا يجب عليه أن يموت، يجب عليه أن يموت.
إذا وصل السيد زكريا فسوف لن يتركه حيا أبدا. يجب علي أن أخبره في الحال. يا سيد زكريا، يا سيد زكريا، يا سيد زكريا، ماذا بك؟ يا سيد زكريا، أقادم من أورشليم؟ إن أسرتك سيدي تعمل بقوة على أن تثير الناس ضدك، وكل الكهنة ينتظرون أن تحين الفرصة لكي ينتقموا منك سيدي. لعنة الله عليهم. لا تذهب إلى المعبد وفكر في أن تجد مخبأ حتى تختفي عن عيونهم. ما لم أعرف شيئا عن مريم فلن أبرح هذا المكان. مريم؟ ولكن أين هي مريم؟ ألسنة الناس تتحدث بشائعات غريبة عجيبة عنها. أبدا أبدا، اذهبا وشكرا لأنك أخبرتني. سيد زكريا، أنا خجل منك فاصفح عني سيدي. لا أعرف ماذا أقول لك، أقسم إنني داود لن أخبر أحدا أنك علمتني، ويوسف أيضا. هذا مؤكد، لا ينشغل بالك. ليجزيكما الله لأنكما إذا تكلمتما سوف تكون حياتي عرضة للخطر. أتبكي داود؟ ماذا حدث؟ سيد زكريا، يهوياكين. يهوياكين؟ ما به؟ بجرم أنه من أنصارك قتلوه وحاولوا قتلي. كانوا ينتظروننا عند مدخل المعبد، وكان الجميع يعمل على إثارة الناس ضدك وضد أنصارك أيضا ليعفو عنا الرب. لم أستطع أن أنقذه وهنت قواي، لم أستطع فعل شيء، وهنت قواي سيدي. ألم يتعرضوا لك؟ فهمت. لقد أجبروك على التخلي عني. هل تسامحني؟ أرجوك. لا بأس عليك يا داود، كانت حياتك في خطر. انهض يا بني، فأنت مسامح. شكرا لك سيدي. شكرا لك. مريم، أين أنت يا ابنتي؟ إنها حبلى. حبلى؟ كنت أعلم ذلك. نعم كنت أعلم. كنت أعلم أن مريم ستمنحني وسيلة الانتقام منها بنفسها يوما ما. لقد فروا من المعبد تحت جنح الظلام، أرأيت كيف قاموا بإخفائها؟ ليتهم كانوا في أيدينا فأعرف كيف أجازيهم، لكنت جازيتهم حق الجزاء. إذن فقد أصبح واضحا أن الكهنة كانوا محقين طوال هذه السنين. إن النساء أسرع إدراكا ولا يمكن إخفاء شيء عنهن. مما تضحك. إنني أضحك من الناس الذين كانوا يتهافتون على المعبد ليل نهار للتبرك منها، وكان هناك بعض الكهنة أيضا. إنها فضيحة، فضيحة كبيرة. لابد لمريم أن تخفي وجهها عن الناس.
وهذا أكبر دليل على أنها مخطئة، وإلا فهل تعتقدان أنها تستطيع أن تعود مجددا؟ ولكن بأي وجه تعود؟ وهل تستطيع النظر في وجه الناس مجددا برأيكما؟ أستطيع العودة إلى بني إسرائيل بهذا الطفل؟ وما الحجة التي سأقدمها للناس إن سألوني من أين أتيت بهذا الطفل وكيف حملت به؟ سوف لن يرحمني أحد، وسوف يتهمونني بأنني خاطئة. يجب أن أذهب إلى مكان بعيد حيث لا يعثر علي أحد. أشكرك يا رب، وأشكرك على ما مددت في عمري لأقوم بخدمتك. أشكرك لأنك مننت علي بيحيى الطاهر ليكون وارثي. والآن يا رب ومريم بعيدة عنا، أشعر أن أمرا مهما على وشك الوقوع. فاحفظ يا رب برحمتك مريم. اذهب واجعل القنديل بمستوى الحبل، وسأعود قبل وقت السحر. وقلت في نفسي لابد وأن يكون مثل هذا النبي الكبير ومثل هذه الشخصية التاريخية النادرة من عائلة مميزة بالضرورة. وأقصد بالمميزة هو أن يكون من سلسلة أصلاب نبوية طاهرة وليست ملكية. وعليه فلا بد من أن يكون المسيح من أسرة أنبياء اليهود من دون أدنى شك. إنها المرة الأولى أيها السادة التي أسمع فيها بمثل هذا الشيء عن المسيح، فلماذا لابد أن يكون المسيح من أسرة أنبياء سابقين؟ في الواقع إن الأنبياء هم واسطة للرحمة الإلهية للعالم، كما أن الأنبياء أيضا يتصلون بسلسلة طويلة تتصل بالمصدر الأول، وهي نقطة العطف على العالم كله. وهو أيضا لمعلوماتك نبي آخر الزمان نفسه الذي ننتظر ظهوره جميعا، وهو نفسه أيضا سيكون آخر الرسل على هذه الأرض. أنتم تريدون القول إن المسيح هو من أحفاد النبي داود؟ أرأيتم ما أسهل الأمر؟ كان من الأفضل لنا بدل أن نجري كل تلك العملية المعقدة أن نأتي جميعا أولا حتى باب بيت داود. إنه الشيء الغامض الذي يجهله أغلب الناس عن هذا الأمر ولا شك. وهل هناك الكثير من أسرة داود بين اليهود؟ كلا، بل إنهم قلة. ترى وهل يوجد بينهم امرأة حبلة؟ أنا لا أعلم، وكيف لي أن أعرف بذلك؟ وهل هناك من امرأة تعرفها في أورشليم وتتوجس فيها صفات أم لنبي؟ ألا تعرف امرأة تعيش هناك؟ امرأة مميزة عن كل النساء؟ أو أن لها كرامات ومعجزات أيضا بين كل الناس؟ ألا تعرف مثل هذه المرأة؟ ألا تعرف مثل هذه المرأة المميزة يا سيد بريكليس؟ تأخر الوقت وكلنا متعبون، من الأفضل الذهاب إلى النوم. أجبني، ألا تعرفها؟ كلا، لا أعرف هذه التي تتحدث عنها. إنك لست تعرفها وحسب يا سيد بريكليس، بل إنك تخشى عليها أيضا. إنها الخشية عليها من أن تعرف من هي.
ومن أين جئت بهذا الكلام؟ إنه وجهك العشق من سماء الإنسان الذي يضيء مثل كتاب من النور الساطع والمشاع. أنا من الرومان وأعبد آلهتنا نحن، ولا إيمان لي بعقائدكم أنتم. دعوني أذهب الآن. تعال واجلس يا سيدي بريكليس، لو سمحت تعال اجلس. اجلس. لقد رأيت مناما غريبا يوم أمس. رأيت رجلا وهو بزي الملوك. كان ذاك الملك يمشي باعتزاز وشموخ على أرض كانت حمراء اللون. إن اللون الأحمر هذا كان دم الأبرياء الذين قتلوا من حوله. صحيح أنا لا أستلم أوامري من هيرودس، لكنني أرى فيه ملكا وحاكما لليهود جميعا. إنما نحن علماء من الفرس ونحن غرباء هنا أيضا، ولا نتدخل مطلقا بالسياسة، فلا تقلق. فإن كل ما نقوم به هو فقط الحديث عن الرؤية والحديث عن الأوهام. وبهذا الشكل لا تقع المسؤولية على عاتق أي أحد منا أبدا. ما تقول يا سيد بريكليس؟ وأنا أستطيع الحديث عن الأوهام وعن الرؤية. كان الملك الذي رأيته في المنام يبدو وكأنه كان في انتظار الشمس حتى ظهورها، وبمجرد أن رأى الشمس تظهر قام بسحب قوسه وسهمه، ثم صوب السهم نحوها مباشرة. إن الملوك بشكل عام يكونون كما تقول يا سيدي. للأسف الشديد. أنا لا أريد أن أكون وسيلة سهلة في يد أي ملك كان يريد أن يصوب سهمه نحو الشمس. لذا يجب أن نتوقف عن البحث فورا، وأن نعود الآن إلى وطننا. لنذهب، فهو أفضل لنا مهما كانت الطريق التي سلكناها بعيدة. كان أملي الوحيد في رؤيته، ولكن يا حسرته. من الأفضل أن نعود جميعا إلى أورشليم لنعلن أننا أضعنا السعادة الكبيرة من أيدينا، ونقول لهيرودس لم نعثر على المسيح ولا نكون قد كذبنا في ذلك، وينتهي كل شيء. أنتم الروم معروفون أنكم تؤمنون بآلهة الحب، صحيح؟ أنا لا أؤمن بشيء، أنا رومي وأتبع عقائدي وأفكاري الخاصة يا سيدي. فلماذا صنعت هذا إذن؟ لأني مدين لها، لقد قدمت لي ولزوجتي خدمة كبيرة، كانت ابنتي مريضة. إنك رجل نبيل، إن قائدا روميا وثلاثة رجال فرس، هؤلاء هم من يحبون هذه الأمة وولدها أكثر من غيرهم بكثير، ويتحرقون لرؤيته في وقت كان قومه قد تخلوا عنه وتركوه وراء ظهورهم غير آبهين ولم يلتفتوا إليه أبدا. إن هذا النجم يجر وراءه الكثير من التوابع. ترى هل له علاقة باختفاء مريم؟ يقول المنجمون الفرس إن هذا النجم هو نجم المسيح،
إنني أشعر بالخوف في قلبي. في زوجك السيد زكريا ادعاء النبوة وسماع الصوت يهوى؟ ما الجريمة التي اقترفتها مريم من جديد لتخفوها؟ اعترفي. ماذا حصل لمريم؟ وما هي علتها؟ ولماذا كانت يدها على قلبها حين خروجها من المعبد؟ لماذا يبحث عنها يوسف وزكريا بيتا بيتا؟ أخبرينا يا إليصابات، قولي مما كانت تشتكي. ولماذا لا نعرف عنها شيئا أبدا؟ قولي أين هي مريم؟ مريم لقد سافرت. سافرت؟ أخفية هكذا؟ إلى أين ذهبت؟ قولي إلى أين؟ مريم تعبت من أمثالكم، لماذا تسيئون إليها؟ ماذا تريدون منها؟ دعونا وشأننا. لقد مكنت أنت وزوجك المخادع هذه الفتاة المشعوذة من الاختفاء. لابد وأن نجدها، وقريبا جدا ينكشف الجرم الذي تخفونه إليصابات. ما الذي تقصدينه؟ أي جرم؟ يا رب ارحم مريم، ارحم هذه الفتاة، إنها وحيدة ومظلومة في هذه الحياة. مرحبا. مرحبا. هل أحضرت تمرا جديدا؟ نبي كذاب. Thank you.
ليتني مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا. ليته لم يسمع أحد باسم مريم ولم يعرفها قط أي إنسان. لك الحمد يا رب، لك الحمد. أليسابيت، أليسابيت، ماذا حدث؟ أليسابيت، ولد المسيح. نعم، لقد ولد المسيح. يا مريم، يا مريم، أيتها السيدة مريم، مباركة لك كلمة الرب. مما تشكين؟ الجوع؟ العطش؟ انظري إلى الأرض تحت قدمك، قد فجر لك الرب تحتك عينا. أترين يا مريم كيف لم ينسك ربك؟ والآن اشربي منها حتى ترتوي. يا مريم، أما زلت حزينة؟ وقري عينا، فإن عليك أن ترضع المسيح. كلي أكثر، فإن أمامك طريقا طويلا. عليك العودة إلى أورشليم. إلى أورشليم ومع هذا الطفل؟ وكيف هذا؟ فلا أحد منهم سوف يصدق كلامي، لا بل وسوف يتهمونني. ولكن إذا كانت تلك إرادة الرب سبحانه فأنا مطيعة له على الدوام. عندما تعودين إلى المدينة لا تكلمي منهم أحدا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما،
إن ولدك هو الذي سيكلمهم بإذن الله. تعال تعال وانظر إلى ذلك بنفسك سيدي. لقد حدث ذلك صباح هذا اليوم الباكر يا سيدي. يقول أحد الخدمة إنه سمع صوتا مخيفا يخرج منه. يا سيد إفرايم، اهتم بأمره أنت بنفسك حتى لا يتحدث بهذا الكلام في مكان آخر. شيء غريب، هذا النجم المذنب في السماء، والآن هذا الصدع العظيم في القدس. يجب ألا يعرف أحد من خارج المعبد بأمر هذا الحادث. أعطهم الأمر بإصلاح الحائط على وجه السرعة. لا أدري ما الذي حصل تماما، كل ما أعلمه هو حدوث أمر عظيم، أمر لا نظير له اهتزت له كل كائنات العالم، ولا أعلم أكثر من ذلك. إليصابات، اذهبي مع يحيى إلى مدينة أخرى، إلى بيت لحم أو الناصرة، وأنت يا يوسف تهيأ لنأخذ مريم بعيدا من هنا بمجرد أن نجدها. أنا مستعد. وماذا عنك؟ ماذا ستفعل؟ أنا سأكون في المحيط ما بين أورشليم والجليل، فلعل معارضين يوجهون غضبهم نحوي وينشغلون عنك يا إليصابات وعن مريم. كلا، سوف نبقى معك، لن نتركك وحدك. عليك أنت أن تفكري بيحيى، فقد رزقنا الله إياه لأمر عظيم يا إليصابات. أما أنا فرجل عجوز وقد شارف عمري على الانتهاء، ولا أنظر إلى الدنيا بعين الطمع، وما أريده هو راحتكم. هيا يا يوسف. ليكن الرب معك. انظروا هناك إلى الأعلى، امرأة وطفلها. إنها مريم. نعم إنها مريم، ولكنها تحمل طفلا. تحمل بين ذراعيها طفلا؟ نعم. أرييل ويوشع، أسرعا واخبرا السيد ياسكار، قولا له إن مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها. أعلموا جميع الناس، هيا اذهبوا بسرعة، عجلوا هيا. سيدة إستر، سيدة إستر، أين أنت؟ أسرعي، إن مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها، ولتأتي مجموعة من النساء بسرعة بسرعة، إنها أوامر الكهنة، كل النساء يأتينا، كل النساء، أسرعنا. يا سيد يا سكار، يا سيد يا سكار، يا سيد يا سكار، إن مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها. أبلغ الكهنة بهذا الخبر. فلينتهي اليوم كل شيء. لقد حضر الصدوقيون أيضا. هل هذا الخبر صحيح؟ هل الصدوقيون معنا؟ إننا متحدون جميعا لمحو الفتنة والفساد من بين أقوام اليهود كلهم. إذن هيا بنا. سمعت ما قاله
سوف أبتاع قطعة من هذا الكوش. ما الذي يحدث؟ أينتظرون أحدا؟ أنا لا فكرة لدي. يجب أن تحرقوها، حاكموها. اصبروا، اصبروا قليلا، تحملوا قليلا. إلى الخلف، إلى الخلف، ارجعوا إلى الخلف. هيا دعوا مريم تأتي، فقد هيأنا أنفسنا واستعدينا لتنفيذ الحكم الإلهي بحقها. إنها مريم. عادت إلينا مريم القديسة أخيرا، ولكن ليس بمفردها. هل هذا الطفل لك؟ لقد أنجبت من غير زواج، أتت ومعها العجوز. إذن فقد أقرت بأن هذا الطفل هو طفلها. ماذا يجب أن نفعل بها؟ لا لا مريم، لما قمت بهذا؟ كنا نعقد كل أمالنا بك، أرجوك. ما هذا العار يا مريم؟ فلتقر عين زكريا. اسمعيني، لقد أتيت بالعار للجميع ولك يا مريم. أنت مذنبة يا مريم، مذنبة. ما الذي أراه يا مريم؟ كيف أصدق عيني؟ ليس هناك من صعوبة في أن تصدق عينك يا سيد هلال. ألم أقل لك إنها مرائية؟ لقد احتالت على الجميع بريائها وتظاهرت بالطهارة والخدمة، ولكن ما الذي نراه الآن؟ إنها تعود على ذراعها طفل، ثمرة الذنب. الويل لليهود. العار لك يا مريم. ما الذي حصل؟ أين كنت؟ مريم ابنة عمران النبي، ما كان أبوك رجل سوء ولا أمك امرأة بغاء يا مريم. ما هذا العار الذي جلبته؟ يجب علينا أن نحرقها، فهذا هو جزاء نساء الكهنة إذا ما ارتكبن مثل هذا الذنب. يجب أن نحرق. لا لا، النار، النار وحدها هي التي تطهرها. يا مريم تكلمي ودافعي عن نفسك. تتكلم؟ ألا تنظر إليها لا تجيبنا وكأنها صائمة؟ في الحقيقة إن أي شخص آخر كان مكانها لفعل مثلها. قولي شيئا يا مريم، قولي شيئا. أسكت يا زكريا، إنك. ولكن ماذا يفعل هؤلاء بها؟ لو لم نتركها منذ البداية تخدع الناس بريائها لما وصل بنا الأمر إلى هذا الفعل المشين. سود الرب وجهك، سود الرب وجوهكم جميعا، فإنكم تتهمون مريم من غير بينة. إنها أطهر امرأة على وجه الأرض. فليسود الرب وجهك، أنت الذي ألحقت بمعبد بني إسرائيل مثل هذه الفضيعة. لماذا لا تقول شيئا يا سيد هلال؟ إنك شريك في هذه الفضيحة أيضا، أليس كذلك؟ نعم إنه شريك، نعم إنه شريك. يجب معاقبة مريم وزكريا من غير رحمة. إن هيرودس مريض جدا، وإذا ما نجت مريم من هذه الفتنة أبعدوها عن المدينة، فالجند يراقبون المكان. يجب أن نحرقها. تكلمي، تكلمي، هيا اقطعي صيامك. من الذي أمرك بالصيام؟ ألأنك لا تستطيعين الدفاع عن نفسك؟ لماذا أنت صامتة هكذا؟ ما هذه الفضيحة؟ وماذا يعني هذا؟ لمن تشيرين؟
تطلبين منا أن نسأله؟ مريم، هل تسخرين منا؟ ما هذه اللعبة الجديدة؟ إنها تريدنا أن نتكلم مع هذا الطفل. يا مريم، هل تظنيننا مجانين؟ لقد ذهب ذنبك بعقلك. وكيف لنا أن نتكلم مع طفل لم يزل في قماطه؟ أترون إلى أين وصل بنا الحال؟ إنها تريد منا أن نتكلم مع والدها هذا. ماذا تنتظرون إذن؟ هيا تقدموا وسلوا هذا الوليد. يا سيد هلال، يا سيد صدقية، يا سيد يربعام، ويا سيد نتان، كهنتنا المحترمين، أشراف المدينة، يا أيها اليهود، لماذا لا تستجيبون لهذا الطلب؟ في الحقيقة إن هذا العمل يحتاج إلى شجاعة فائقة. دعكم منه إذن، سأقوم بهذه المهمة بنفسي. نعم، أنا سأتكلم معه بالنيابة عنكم أنتم أيها الحضور الكرام. عرف عن نفسك أيها الطفل العزيز ليعرف الجميع من تكون ومن أين أتيت. و عند ذلك تكلم الطفل وهو في حضن والدته وقال: إنني أنا المسيح عبد الله.